مرحبا بحضراتكم، تحية لكم في هذا اليوم التاريخي الهام بالنسبة لمصر والعالم. إذن بابتسامة ملؤها الأمل والمستقبل المشرق لمصر والبشرية، وابتسامة تحمل رسالة مصر بالسلام للعالم، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إشارة بدء الملاحة في قناة السويس الجديدة وبدء العمل في القناة والقناتين القديمة والحالية، وأطلقت سفينتان عملاقتان صافرة العبور في نفس الوقت الذي أطلقت فيه صافرة العبور في نفس الوقت كل السفن في كل موانئ العالم، وهذا احتفالا بهذه اللحظة التاريخية. مصر تحتفل ومعها قادة كثيرون من دول العالم ووفود كثيرة من كثير من الدول العربية والأجنبية. متابعة لهذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل للنقل البحري. أهلا بك يا دكتور أحمد. أهلا بك وألف مبروك لمصر وللعالم مبروك كله. لمصر والعالم زي ما حضرتك قلت. كيف تابعت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تضمنت يعني كما استمعت رسالة سلام للعالم رغم كل التحديات التي واجهتها مصر في سبيل تحقيق هذا المشروع الإنجاز والمعجزة والتأكيد على أن مصر حاربت بمفردها ووحدها الإرهاب وما زالت وتكاد تنتصر عليه؟ طبعا تابعتها بكل فخر واعتزاز بهذا الإنجاز وهذه الرسالة للعالم، وفعلا احنا كنا محتاجين إلى هذا الإنجاز. كنا خارجين من فترة المصريين كانوا محبطين فيها جدا، في معامل التضخم بيزيد، في مشاكل اقتصادية وأمنية وكل حاجة، فكنا محتاجين إلى مشروع نلتم وجميعا نشتغل فيه ونحس ان احنا عندنا امل في المستقبل، وده اللي السيد الرئيس ادركه وضغط الفتره لمده سنه، رغم ان احنا انا كمهندس عارف ان هذا المشروع يستغرق على الاقل من 3 إلى 5 سنوات، ولكن السيد الرئيس ظل ظروف العمل الطبيعيه دكتور احمد. لكن كمان مصر واجهت تحديات كثيره كما حضرتك تعلم في سبيل تحقيق هذا المشروع ومعوقات طبعاً من كثير من الدول المعادية للأسف. طبعا طبعا، ولكن يعني معدن المصريين بيظهر. نعم. في وقت الشدة بنقدر ننجز، وإن شاء الله. أنا عجبتني حاجة جدا في اللي قاله السيد الرئيس، إن دي خطوة من 1000 خطوة. نعم. وفعلا إحنا يعني من بكرة هنبتدي في مشروعات في منطقة شرق بورسعيد، سواء في تنمية الميناء أو المنطقة الخلفية ليه، هنحول هذه المنطقة إلى ملتقى تجاري عالمي، ويكون يعني ما بيسموه دلوقتي الأسواق العابرة للقارات. فإن شاء الله المنطقة دي هيبقى فيها صناعات ولوجستيات وفرص عمل، وإن شاء الله مصر جاية والمستقبل جاي بإذن الله. نعم. لكن إضافة لذلك، وده يمكن مجاله متسع لأنه ضروري كمان نشرح قد إيه قناة السويس كانت مهمة للاقتصاد المصري والعالمي، وربما مهمة للاقتصاد العالمي أكثر، لكن أنا عايز يعني حضرتك تشرح لنا أكثر حالة الفرحة وكيفية متابعة حضرتك لهذا الحفل الذي يعني عبر عن مصر في جزئه الصباحي والرسمي حتى الآن. شوف حضرتك، بالنسبة للاقتصاد العالمي، قناة السويس يعني هتسمح بمرور السفن العملاقة. كنا الأول محدودين ب8 سفن عملاقة. الاقتصاد العالمي برضو بيبص الاقتصاديات الحجم الكبير لنا، إن احنا نعرف إن يعني أحجام السفن الكبيرة اللي هي الغطس بتاعها بيزيد عن 45 قدم بتمثل 10% بس من أعداد السفن في العالم، ولكن 10% دي بتشيل نص التجارة العالمية. فإذا اقتصاديات الحجم الكبير هي اللي هتسود، وبالتالي تطوير القناة هيسمح بمرور عدد أكبر من هذه السفن العملاقة، وبالتالي يخدم الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري. نعم. الجزء الثاني من سؤال حضرتك، شعور الفرحة يعني يهمني في اللحظة ديت يا دكتور أحمد. شوف حضرتك، أنا مش عايز أقول لك إن أنا يعني دموعي نزلت وأنا بسمع كلمة السيد الرئيس. خلال الأسبوع ده كله تشوف البهجة في الناس وهي بتتكلم مع بعضها وهي بتقابل بعضها. النهاردة الصبح العربيات ماشية في الشوارع شايلة الأعلام،
تحس ان في الوطنيه رجعت، احساس الناس باهميه الوطن رجع تاني. ما فيش شك ده كان شعور ناس كتير اكيد النهارده، وحتى يمكن مش اللي حضروا الحفله زي حضرتك وانت موجود في المكان الان، ولكن كمان حتى اللي تابعوا الحفل من خلال شاشات التلفزيون. حضرتك زي ما انت عارف طبعا وزي ما كتير من المصريين يعرفوا قيمه قناه السويس في تاريخنا، يعني يمكن في تحديات كبيره وفي لحظات كبيره مهمه عاشتها مصر، ويمكن من بينها زي ما حضرتك تعلم لحظه عوده الملاحه في قناه السويس سنه 75 بعد سنوات طويله من الحرب. يعني يا ريت حضرتك تنقل لنا شعورك اكتر وانت بتشوف لحظه، ربما يعني اسمح لي اترجمها بلحظه من اكثر اللحظات نضجا في تاريخ قناه السويس وتاريخ مصر امام العالم ومع العالم. سيادتك يعني انا عايز اقول ان مرور السفن في القناه انا يعني بحس انه الدم مشي في عروقي تاني. نعم. يعني اللحظه جميله، المصريين كلهم حاسين بيها. القناة دي احنا حفرناها من سنة 1850، في واحد من كل خمس مصريين شارك فيها. عدد المصريين سنة 1850 كان 5 مليون، 4 مليون ونص وشارك فيها حوالي مليون بالفعل. بالضبط 4 مليون ونص، واللي شارك في الحفر كان مليون مصري. صحيح. يعني واحد من كل عيلة شارك فيها. نعم. وبالتالي دي بتعتبر يعني ملك المصريين، والمصريين بنوها في الوقت ده. استشهد في سبيلها كمان كتير يا دكتور أحمد، يعني بعض التقديرات بتشير إن استشهد في الحفر حوالي 120 ألف، ده يعني علاوة على الضحايا والشهداء الكثر اللي استشهدوا في حروب مصر اللي خاضتها بسبب قناة السويس. بالظبط كده، ما حتى زي ما حضرتك بتقول 120 ألف دول يعني بنسبة من كل 40 مصري واحد فيهم ضحى بنفسه في هذه. صحيح. القناة لإنشاء هذه القناة. لكن برضو في فرق، أنا عايز أقول وقتها كان في صخرة وكان في المصريين يعني استشهد منهم عدد كبير واتحفرت بالدم فعلا، لكن دلوقتي احنا حفرناها بالحب وبالعزة وبالكرامة وبفلوسنا وبكل. نعم. حاجة والاقتناع بالفعل. يعني كتير من المصريين زي ما حضرتك عارف طبعا شاركوا وساهموا في تمويل حفر قناة السويس، ويمكن كتير منهم يعني تبرع لتمويل الحفر أو ساهم بجهده يمكن حتى بلا مقابل. أنا أعتقد أن ده كان نموذج هنحتذي به في الفترة اللي جاية. احنا هننمي شرق التفريعة كلها إن شاء الله برضو بفلوس المصريين، وأنا بقول يعني إن شاء الله هنعمل شركة مساهمة يكتتب فيها المصريين كلهم، ونمول المشروعات في شرق التفريعة برضو بفلوسنا إن شاء الله. طيب قبل ما أسيب حضرتك ويمكن سؤالي الأخير يا دكتور أحمد، ويمكن لأن ده تخص حضرتك، حضرتك مستشار وزير النقل للنقل البحري، يعني برضو تشرح لنا التحديات الفنية والجيولوجية والهندسية والمسائل اللي بتخلي نوصل للقرار انه يبدأ المرور الملاحي في قناة السويس سواء القديمة او الجديدة بمعامل خطأ ان صح التعبير 0%. يعني هو لو اتكلمنا على الانجاز اللي تم، ان حفرنا 500 مليون متر مكعب في خلال سنة، ده من الناحية الهندسية كان يعني موضوع صعب جدا. أولا في دراسات جيولوجية، في أحواض ترسيب لازم تتعمل، في لوجستيات لحوالي 50 ألف عامل بيشتغلوا في نفس المكان، لازم يبقى في منظومة بتنظم الحركة بتاعتهم والمعدات بتاعتهم وتوفير الإمدادات والوقود ليهم، عمل القنوات الوصل بين التفريعتين عشان الدراسات الهيدروغرافية للمياه. فمن ناحية الهندسية طبعا كانت منظومة متكاملة والحمد لله. لو بصينا للمستقبل بقى اللي جاي، هو تطوير ميناء شرق بورسعيد، هيتم عمل قناة جانبية تسهل من دخول السفن مباشرة إلى الميناء بدل ما تنتظر تدخل في نظام القافلة، وبالتالي نزود عدد السفن اللي داخله الى الميناء، وتطوير ارصفه ومحطات لتداول البضائع والحاويات، وتطوير المنطقه او الظهير الخلفي للميناء على مساحه 40 كيلو متر مربع ليشمل انشاء صناعات ولوجستيات لعمل القيمه المضافه
على البضائع والمواد الخام والمواد المصنعة جزئيا اللي بتمر في القناة. وهذه هذا النوع من الصناعات يعني بالإضافة إلى أنه في فرص عمل كبيرة بتخلق فيه، ولكن أيضا ليه مربوط كبير على الاقتصاد، وده بالفعل له أهميته اللي يمكن البعض بيقدرها بأنها لا تقل عن أهمية حفر قناة السويس في حد ذاتها. وزي ما يعني تابعنا مع حضرتك وبنتابع من خلال الشاشة على الهواء مباشرة، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل دكتور أحمد أمين مستشار وزير النقل للنقل البحري. بنتابع مع حضرتك ومع السادة المشاهدين لقطات حية لعبور سفينة عملاقة في المجرى الملاحي لقناة السويس القديم والحديث أو الجديد، لأنه بالفعل منذ دقائق معدودة حوالي 20 دقيقة عبرت يعني سفينتان عملاقتان في الاتجاهين الشمال والجنوب لقناة السويس، وهذا كان هو الهدف من حفر قناة السويس بشكل أساسي، إضافة إلى أهداف أخرى ربما سنطرح تساؤلات عنها مع ضيوفنا الكرام عبر الهاتف. وينضم إلينا الآن المهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة قناة السويس سابقا، أهلا بك يا باشمهندس، وبنرحب بحضرتك وبنهنيك وبنهني مصر كلها على قناة السويس الجديدة. أهلا بك ومبروك لمصر كلها والعالم. مبروك لنا جميعا، وعايز أعرف شعور حضرتك وأنت تتابع هذه اللقطات في هذه اللحظة التاريخية من عمر مصر والعالم. يعني شعور بالأمل والإنجاز اللي حققه المصريين في حفر قناة السويس خلال الفترة الزمنية اللي هي سنة. ده يعني بيدي كل إنسان الفخر لمصر، وبيديله أن المصريين يستطيعوا التغلب على أي صعاب ويحققوا أهدافهم. طيب أنا عايز أعرف يعني في رأي حضرتك كمان الفكرة من حفر قناة جديدة في حدود 72 كيلو، لأنه ربما من الآراء حسمت أي فكر مشكك في أهمية هذه القناة أو في عدم حفر قناة بالكامل، أنه الهدف ما كانش حفر قناة بالكامل ولكن هو ازدواج الطريق الملاحي في قناة السويس، وهو ده الأهم وهو ده الهدف بأقل المجهود وبأقل حفر ممكن. بص يعني القناة اللي احنا نفذناها دي بتديني مجموعة مزايا. بتقلل زمن عبور قافلة الشمال اللي هي داخلة من بورسعيد اللي بتقف في البحيرات أو كان في التفريعة الغربية للبلاح توقف من 6 إلى 11 ساعة، فاختصرت هذا وبقت تقدر تعبر قناة السويس في 11 ساعة زيها زي قافلة الجنوب اللي هي بتمشي. ده بيديني ساعة أكتر لقناة السويس، بيديني نوع من الأمان لقناة السويس لو حصل الله أو لا قدر الله أي حاجة ممكن أستخدم القناة الثانية. الحاجة الثانية اللي احنا لازم بنبصلها إن أنت يوما ما هتضطر يبقى قناة السويس كلها مزدوجة لأن التجارة بتتزايد. يعني لو خدت رقم مثلا هتتخض منه، لو بصينا لغاية سنة 2050 اللي هيعبر قناة السويس 3800 مليون طن، اللي بيعبرها النهاردة كام؟ 822. فعشان أقدر أمشي هذه التجارة كان لازم هتبقى فيه ازدواج لقناة السويس، فأنا أنجزت جزء من هذا الازدواج بطول 72 كيلو، زائد عندي تفريعة بورسعيد كذلك 34 كيلو. فده مخطط لقناة السويس مع ازدياد حركة التجارة فيها ومع ازدياد التجارة اللي بتعبر قناة السويس. يعني هذا المشروع كان ضرورة. ضرورة وضمن المخطط العام اللي معمول من ساعة ما اتفتحت قناة السويس في السبعينات. أنا بشكر حضرتك شكر جزيل مهندس وائل قدور عضو مجلس إدارة قناة السويس سابقا، وبننتقل إلى الربان محمد فوزي المسؤول عن حركة الملاحة في قناة السويس. أهلا بك حضرة الربان محمد فوزي. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حضرتك موجود في منطقة القناة دلوقتي ولا في مكان تاني؟ تمام كده في قرية مرادة تابعة واحنا في منطقة
بنحيي حضرتك وبنهنيك طبعا على هذا المشروع العملاق، وعايزين نعرف يعني معلومات أكتر تدينا فكرة عن حجم التحدي اللي مصر خاضته وحجم الإنجاز اللي حققناه بفضل الله. أولا ألف مبروك لمصر كلها، ألف مبروك للشعب المصري. الحمد لله بافتتاح قناة السويس الجديدة بيثبت الشعب المصري قادر على الإنجاز والتحدي، قادر على فعل المستحيل. الحمد لله رب العالمين أنجزنا في خلال العام حصر قناة السويس بافتتاح قناة السويس اليوم وعبور السفن العملاقة أمام الجميع بنثبت أن المصري قادر والحمد لله. ألف حمد. أنا كلنا بشكر حضرتك مؤقتا وهنحاول اتصال بيك مرة تانية ل يعني ضعف في درجة الاتصال، وبشكر حضرتك على أي حال الربان مهندس محمد فوزي المسؤول عن حركة الملاحة في قناة السويس، كما نتابع مع حضراتكم مشاهدين الكرام لقطات حية لحركة الملاحة في قناة السويس الآن، وبالفعل نجد هذه اللقطات معبرة عن حجم ما حققته مصر، وهذه اللقطات تصور من كاميرات مختلفة على مستويات وارتفاعات مختلفة. طبعا هذه السفن وهذه البواخر تحمل كثير من الضيوف الذين حضروا إلى مصر للمشاركة في هذا الاحتفال ولحضور هذه اللحظة التاريخية. بالطبع كان من بين الضيوف الذين حضروا هذه الاحتفالية كثير من قادة وزعماء العالم، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني وكذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، إضافة إلى عدد كبير من الرؤساء والوفود التي شاركت. وبالطبع كان من بين الحاضرين الرئيس الفرنسي كما أشرنا فرانسوا أولاند، وهو يعني كما نعلم يعبر بحضوره عن العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا التي تتميز في هذه الفترة تميزا كبيرا. كما تابعتم مشاهدين الكرام كثير من اللقطات على مدار اليوم من هذه الحفل ومن هذا الحفل الرسمي، تابعنا ربما منذ قليل مقطعا من موسيقى وغناء لكورال الأطفال، ضم أيضا مجموعة من شباب الغناء في مصر، وهذا التعبير كان تعبير عن حب مصر كما تابعتم. بتنضم إلينا الآن عبر الهاتف من محيط الاحتفال وقناة السويس مفادة النيل الزميلة إيمان منصور. إيمان تحياتي وألف مبروك لينا والمصر كلها، وأرجو أن تنقلي لنا شعورك وشعور كل من كانوا في هذا المكان خاصة المصريين اليوم. مساء الخير أيمن. الجانب الأخير من الحفل يعني نستطيع نقول أنه كان الأكثر يعني لمسا للمشاعر الإنسانية لكل المتواجدين في المركز الصحفي والمتابعين لهذا الحدث الضخم، وذلك في أعقاب اللقطة التاريخية التي أبرزت عبور أول سفينتين متقاطعتين بعد افتتاح محور قناة السويس الجديدة، وفي أعقاب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي اختتمها وكعادته بنداء تحيا مصر الذي رضده المتواجدون بمختلف جنسياتهم. يعني هذه الحالة لا تتملكنا فقط نحن كمصريين إنما كصحفيين أجانب الذين بادروا بإيصال رسائل لعائلتهم في بلدانهم المختلفة يشرحون لهم أهمية هذا الحدث بالنسبة لمصر وروعة ما يدور حولنا من عروض جوية نستطيع أن نلمحها ويعني نتطلع إليها وتسمعون حتى الآن يعني أصوات الطائرات ترفرف في سماء قناة السويس الجديدة. كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بالإضافة إلى توجيه للتحية لأبناء مصر الذين تمكنوا من تحقيق هذا الإنجاز في أيام معدودات، ربما كان الجانب الأكثر إنسانية في كلماته أيضا عندما أهدى هذا الإنجاز لأرواح شهداء مصر الذي وصف أن دماءهم لن تذهب هدرا وقائلا أنهم ينعمون بسلام الجنة. طبعا يعني بالإضافة المحاور الأكيد المتعرف عليها والتي تابعتموها خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن النقطة الأخيرة التي أشرت إليها وهي حضور كثير من أسر شهداء مصر سواء في حربها ضد الإرهاب أو في حروب
أخرى. بالتأكيد إيمان كانت تحمل رسائل عدة، وربما احتفى بهم الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفاء كبيرا، لكن إشارة الرئيس إلى أن هذه القناة أيضا ترجمة لحرب مصر منفردة ووحيدة على الإرهاب. يعني كيف هي رسالة يا أيمن أن أرواح هؤلاء الشهداء لم تذهب هدرا، وأن مصر مستمرة في البناء. يعني الوقت القياسي اللي تم فيه بناء محور قناة السويس الجديدة، يعني العمل فيها مستمر، لن يتوقف عند هذا الاحتفال التاريخي، وبدليل ما أعلنه الفريق مهند مميش في كلماته على أن العمل في تنمية محور قناة السويس والمشاريع المتعلقة بهذا المحور سيتم البدء فيها من الغد. إذن عجلة العمل لن تتوقف، وهذا المجرى الملاحي لن يتعدى جديد يشهد مرور سفن عابرة، بينما سيمتد إلى تطوير هذا المحور بأكمله، وهو الأهم في بناء مصر الجديدة، بناء مستقبل مصر الذي كانت دوما شاهدة عليه قناة السويس، خصوصا وأنها بنيت ومولت من أبناء الشعب المصري. نعم إيمان، هل لديك معلومات عن الحفل المسائي واللي متوقع يبتدي بعد قليل من الآن، حوالي ساعة ساعة ونصف تقريبا؟ بالفعل انتهت الفعاليات تقريبا هنا، لكن انتقل رئيس عبد الفتاح السيسي وزوج مصر الذين شرفنا بحضورهم هذا الحدث التاريخي الى البر الاخر، الضفه الاخرى من محور القناه. هذه فعاليات سنتابع تفاصيلها معكم. الحفل المسائي طبعا فيه هو العروض الفنيه، سواء عرض اوبرا عايده او عرض للموسيقار الكبير عمر خيرت. اختيار أوبرا عايدة في حد ذاته له دلالة كبيرة، خصوصا مشهد النصر هي يعني ملحمة بأكملها، صورة يعني مكتملة، سواء فيما يتعلق بتنظيم الحفل، بمتابعته، بتغطيته إعلاميا على المستوى العربي أو على المستوى العالمي، أو في الحضور أو في نقل هذا الحدث للعالم أجمع من خلال هذه العروض الفنية والعسكرية. نعم الحقيقة أنا بشكرك إيمان شكر جزيل على هذه المتابعة وعلى هذه المداخلة، وبالطبع سنكون على اتصال آخر وآخر مع كل المراسلين وكل مفادينا في محيط منطقة القناة. بشكر الزميلة إيمان منصور شكر جزيل على هذه المداخلة، ومشاهدين الكرام نبقى معكم بالتأكيد في هذه اللحظات الهامة من تاريخ مصر للمتابعة طيلة الوقت حتى انتهاء الحفل المسائي، وسينضم إلينا بعد قليل ضيفا في الاستوديو للحديث عن الحضور العربي بالأساس وعن هذا الحفل وهذا الحدث التاريخي الكبير بالنسبة لمصر ولأمتها العربية أيضا. ينضم إلينا بعد قليل الكاتب والإعلامي السعودي السيد خالد المجرشي. أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة مع حضراتكم على الهواء مباشرة بمناسبة احتفال مصر بافتتاح قناة السويس الجديدة، وانضم إلينا في الاستوديو الضيف الكريم الكاتب والإعلامي السعودي السيد خالد المجرشي. بنرحب بحضرتك وبنهني مصر وبنهني كل الأمة العربية على افتتاح قناة السويس الجديدة. أهلا وسهلا، ونهنيكم ونهني أنفسنا وكافة الشعب المصري بهذا الإنجاز، قيادة وحكومة وشعبا، بالإنجاز الكبير قناة السويس الجديدة، وإلى الأمام بإذن الله تعالى. بإذن الله. بداية، كيف ترى أهمية هذا الإنجاز سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة لأمتها العربية على كافة الأصعدة
ليس فقط الاقتصادية والسياسية ولكن أيضا الأبعاد المتعلقة سواء بأمن مصر القومي أو بأمن الأمة العربية القومية أيضا. يا أستاذ العزيز دعني أمتهد هذه الفرصة وأعزي نفسي وأعزي الشعب السعودي في ضحايا الحدث الإرهابي الذي حدث ظهر هذا اليوم من الجماعات المتطرفة باستشهاد 13 رجلا من رجال الأمن الداخلي السعودي الذين هم طلابا في إحدى معاهد الطوارئ الخاصة. ولله الحمد هذا قضاء الله وقدره. وبالنسبة ضحية عملية إرهابية. نعم ضحية عملية إرهابية غاشمة مخطط أن كان أن تكون في أكثر من مكان لهذا اليوم والأيام الماضية، ولكن هذه سنة الحياة ونحن في خندق واحد جميعا نحارب هذا الإرهاب الأسود سواء في جنوب المملكة أو في سيناء في مصر الحبيبة وكافة الدول العربية. ولننتقل للفرحة نعزيكم ونعزي أنفسنا، وطبعا يعني هذه الحرب يعني إن صح التعبير كتبت علينا، ولكن يعني هذا يؤكد أيضا أهمية توحد كل الجهود العربية في القضاء على الإرهاب الذي يعيث فسادا في المنطقة. نعم ولله الحمد قدر الله ما شاء فعل، وبإذن الله تعالى نحن مواظبون في محاربة هذا الإرهاب ككتلة عربية مشتركة متوحدة سواء المملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية الشقيقة. نعم. ننتقل للفرح المصري العالمي. نعم. الذي دشنه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا اليوم، وكان بصراحة نهنئكم أيها المصريون حفل أسطوري. أشكرك. لم نكن نتوقع بهذا الإتقان والإنجاز. نعم. تعودنا من الشعب المصري الإبداع في كل المجالات، ولكن كان نجاح ظهور الحفل بهذا الشكل اللائق الذي يليق بمكانة مصر ومكانة ضيوفها شيء ننحني له احتراما. أشكرك. يعني في تقدير حضرتك المشاركة العربية والدولية في هذا الحدث دلالتها، ويعني قراءة حضرتك لها بشكل عام، لأنه بالفعل شارك كثير من قادة وزعماء العالم في حضور هذه اللحظة التاريخية، وبعض الدول طبعا أوفرت بعض الوفود، لكن كانت المشاركة العربية والدولية واسعة وهي بتترجم معاني كثيرة، كيف تقرأها؟ طبعا من بعد 30/6 نعتبر هذا العبور الأول. كان هناك تجربة المؤتمر الاقتصادي الذي حاز على نجاح هائل بحضور دول وفود من كافة دول العالم لمساندة مصر بعد أن تخلصت من حكم الجماعة الإرهابية بإرادة الشعب المصري، وعندما انحاز الجيش البطل لإرادة شعبه. المشاركة اليوم طبعا تؤكد عودة مصر لمكانتها الطبيعية التي عهدناها عليها دائما، من حيث أنها دولة مؤثرة وصاحبة قرار فيما ما يحدث في العالم والشرق الأوسط بصفة خاصة. المشاركة اليوم كانت واسعة ولله الحمد، طبعا رؤساء دول عظمى فرنسا وغيره، وعندنا المشايخ الشيخ محمد بن راشد محمد المكتوم من الإمارات والشيخ وفود عربية. نعم وفود عربية كثيرة. نعم من الكويت ومن البحرين. أتوقع أن عدم حضور الأمير محمد بن سلمان، أنا لا أعلم، لم شاهدته على الشاشة وجئت إليكم، أنه يكون بسبب هذا الحدث الذي حصل هذا اليوم. بالتأكيد. نعم بالتأكيد هذا ما منع. نعم فبإذن الله تعالى هذا المشروع قبل أن يكون اقتصاديا له جوانب سياسية كثيرة جدا وأمن استراتيجي عربي. نعم. أقل مكاسب هذا المشروع حسب محادثات بيني وبين ناس استراتيجيين عسكريين هو أمن قومي استراتيجي عسكري. نعم. بالمقام الأول. نعم. لكن إضافة لذلك. نعم. كيف ترى يمكن للمملكة العربية السعودية أن تستفيد من مثل هذا المجرى الملاحي، ربما بصورة أكبر من فكرة حركة الملاحة الإقليمية؟ طبعا المملكة العربية السعودية بالنسبة استثمارها الاقتصادي أعتقد أن هناك مذكرات تفاهم وقعت أثناء المؤتمر الاقتصادي بمليارات الدولارات، وتم تأسيس شركات ليست على الورق، منها شركة تقريبا جسور أسست برأس مال ما يقارب المليار تقريبا ريال، أسسها رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل ومستثمرين سعوديين. فالمشاركة السعودية في هذا المشروع بإذن الله تعالى ستكون على أعلى مستوى حسب ما صرح به رجال الأعمال السعوديين، وحسب ما
صرح به الأمير مقرن حينما كان وليا للعهد أثناء المؤتمر الاقتصادي، وكان هناك وعود أعتقد أنها تحولت لعقود موقعة بأن يكونها استثمارات على ضفتي القناة للنهوض بالاقتصاد المصري. وأيضا نحن في المملكة العربية السعودية سنجني ثمار هذا المشروع بإذن الله تعالى بحكم العلاقات الطيبة التي نرتبط بها سويا. سيد خالد اسمح لي أنتقل مع حضرتك لنقطة وثيقة الصلة مع حفل افتتاح قناة السويس ومع ما تواجهه الأمة العربية والإسلامية من تطرف فكري وإرهاب أعمى، لأنه ربما كثير من المتخصصين في هذا المجال الآن يربطون ما بين الفقر والبطالة والمشكلات الاقتصادية كأحد أسباب مولدة للتطرف الفكري، ما بين التطرف الفكري في تصاعده إلى ارتكاب حماقات الإرهاب. فكيف ترى يمكن لقناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس بصفة عامة والاستثمارات العربية وخاصة السعودية أن تساهم في تقليل أو مواجهة ظاهرة الإرهاب المبني على معتقدات فكرية خاطئة في منطقتين العربية والإسلامية؟ أستاذ الفاضل، قد يكون الفقر أو العوز له دور معين في تجنيد الجماعات الإرهابية لبعض الشباب ولبعض الضعفاء الذين يعانون من البطالة، ولكن هذا ليس مبررا. لو تذكر جيلي وجيلك مثلا في الثمانينات أو ما قبلنا في السينات في الستينات، كان الوضع الاقتصادي لبعض الدول أقل بكثير، ولم يكن هناك ما نسمع به الآن. نعم، الموضوع طبعا هي حرب ممنهجة، وللأسف هناك من هم الآن يتسترون تحت ستار الدين من محسوبين رجال ومشائخ علم، هم من يحرضون هذا الشباب لتنفيذ هذه العمليات الإرهابية ولتدمير أنفسهم وأوطانهم. إنما المشروع الحالي، طبعا هناك دراسات جدوى من مراكز عالمية أن هذا المشروع بإذن الله ستعود نتائجه على الشعب المصري بالخير بإذن الله تعالى، وخير كثير على مدى السنين القادمة، وخاصة المشروع الجديد الذي سمعنا عنه في شرق التفريعة تقريبا في بورسعيد. فبإذن الله تعالى الشعب المصري سيجني ثمار هذين أو هذه المشاريع في الأيام القادمة على خير. نعم، ولكن إذا صح يعني تحليل حضرتك وافتراضك بأنه الإرهاب ليس ناتجا عن الفقر والعوز المادي كما أشرت حضرتك، ضربت أمثلة بما كانت تعيشه الأمة العربية في فترات زمنية سابقة، وكانت الأحوال الاقتصادية ربما كانت أقل مما هي عليه الآن، ومع ذلك كان هناك إرهاب ولم يكن هناك عفوا إرهاب الفضل الآن بنفس الصورة. في السعودية مثلا عندنا هناك من ينضم من الشباب السعودي المغرر به لداعش ما بين 18 و30 سنة، منهم من هو طبيب، ومنهم من هو يدرس في مدارس خاصة، ومنهم من يدرس في بعثات على حسابه الخاص خارج المملكة العربية السعودية. الفقر هو أي نعم يعني نسبة بسيطة، ولكن ليست بالنسبة الكبيرة التي يتشدق بها الجميع أن الفقر هو سبب الإرهاب في الوطن العربي. نعم، ولكن يعني بالحديث عن أنه الفقر ليس سببا للإرهاب، كيف ترى ما يحدث من عمليات إرهابية الآن؟ هل ترى نتيجة إن صح التعبير مؤامرة وللأسف متورط فيها دول مجاورة بعضها يعني للأسف ينتسب إلى الأمة العربية؟ سيدي، هؤلاء الشباب مغرر به وهؤلاء الإرهابيين مهم إلا ينفذون أجندات دول عظمى ودول كبيرة في المنطقة. فالسيد أوباما ليلة البارحة يقول نعم أن إيران متورطة في الإرهاب، ونفس السيد أوباما في نفس خطابه لا يمانع في أن تمنح النووي. فهناك الكيل بموازين مختلفة. لدينا النظام الإيراني المستبد في شعبه والذي الآن انتشر وباؤه. هي ليست إيران فقط على أي حال، ولكن بالعودة لموضوعنا يعني في هذه اللقطات الحية على الهواء مباشرة واللقطات المذاعة من بداية الاحتفال اليوم بافتتاح قناة السويس الجديدة،
كيف ترى إذن بالعودة لهذا الموضوع ما واجهته مصر من تحديات ومعوقات حتى لا تصل لهذا الإنجاز في هذا العام من حفر لقناة جديدة في هذه المنطقة، وخاصة أنه يعني كما تعلم هناك دول كثيرة ربما كانت يعني تهدف لأنه مصر لا تنجح في هذا المشروع، بل ولا تستطيع حتى مواجهة الإرهاب على النحو الذي تقوم به الآن. أستاذ العزيز، كما ذكرت لك الشعب المصري حينما اتخذ قراره في 30/6 وأزاح الحكم الإرهابي أفشل مخطط الشرق الأوسط الجديد. وإلا لكان ما يحدث في سوريا وليبيا واليمن ما يحدث الآن لا سمح الله في مصر. المخطط كان مرسوما له بعد مصر أن يأتي إلى السعودية ولا دول الخليج، ولكن ولله الحمد استطعتم أيها المصريين أن تقسموا ظهر هذا المخطط وتجعلوه يرتد لأصله، ولكن حاول بعد هذا العصابة التي تتحكم أو تتحكم في العقول البشرية الشابة بالتغرير بهم في الاتجاه نحو ليبيا ونحو اليمن ونحو سوريا. أعيد سؤالك مرة ثانية لو سمحت. في نفس السياق اسمح لي أطرح على حضرتك نقطة أخرى، وهي أنه ربما يكون عدم المشاركة من بعض الدول سواء بناء على عدم توجيه مصر لدعوة لها، وإن كان البعض يعني ربما كان ينتظر الدعوة إن صح التعبير للمشاركة والحضور، لكنه بيترجم حقيقة المواقف المتبادلة ما بين الدول. هذه الدول معروفة ولا داعي لذكرها، طبعا هي تعرف نفسها، ولكن ولله الحمد الإصرار المصريين على إنجاز هذا المشروع في 365 يوم أو أقل إنجاز عالمي يستحق عليها الشعب المصري الشكر، حكومة وقيادة وشعبا. وأوجه التحية بصفة خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أثبت أنه عند حسن ظن المصريين، والآن بإذن الله تعالى ستزداد الثقة على ما قرأت في وقت سابق أنه تم تمويل هذا المشروع بما يقارب 68 مليار جنيه تقريبا في خلال أسبوع فقط. وكان هناك تكدس في البنوك يرغبون الاستثمار أو شراء هذه السندات، ولكن أغلق الباب. ففي خلال 8 أيام كان بمثابة استفتاء بأن يجمع المصريون هذا المبلغ الهائل في مدة قياسية، ما هي إلا ثقة في هذا الرئيس الذي اليوم أثبت أنه عند حسن ظن المصريين وحسن ظن العرب جميعا بإذن الله. حضرتك كاتب وإعلامي سعودي، ما هو المنشط أو العنوان العريض أو الرئيسي الذي يمكن أن تضعه على رأس هذا الموضوع في هذا اليوم وفي هذا الحدث عندما تكتب مقالا أو تخرج بتغطية لهذا الحدث بالنسبة لمصر في افتتاح قناة السويس الجديدة؟ والله المنشط الأبرز التي أتوقع أن يكون يوم غدا أو بفكر كل كاتب أن مصر عبرت. نعم أنه عبور تاريخي وعبور على الأرض، وعبور ليس مبالغا فيه بالشو الإعلامي، عبور على الأرض واقعي، عبور بإذن الله تعالى سينقل الحبيبة مصر لعالم آخر، وهو عبور إصرار وتحدي لما قام به المصريون وما قام به 55,000 عامل ومن خلفهم الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. عبور يستحق الاحترام ويستحق عنده التوقف كثيرا وأن تسرد له مقالات ومقالات. الحقيقة هو طبعا الحدث يعني بيتحدث عن نفسه، ولكن يعني أنا يهمني أن أنا أعرف من حضرتك أيضا شعور الإخوة السعوديين تجاه هذا الأمر، ليس على المستوى الرسمي ولكن على المستوى الشعبي أيضا، يعني كيف ترى إحساسهم بهذا المشروع بما حققته مصر؟ والله هل يتناسب مع الحدث أم أنه ربما يعتبرون هذا امرا اعتياديا او عاديا بالنسبه للمصريين؟ لا بالعكس، والله من 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 ما يقارب اسبوعين من اول تجربه اقيمت لعبور بعض السفن سفينه او اثنتان من قناه السويس، وقد عجت وسائل التواصل الاجتماعي بالتبريكات من السعوديه ومن الخليج العربي. بالتبريكات الحاره والتهاني الحاره للشعب المصري ولقياده الشعب المصري. سيد الفاضل، نحن اشقاء، لا يفرق بيننا إلا الحدود جغرافية فقط، ولكن الشعوب واحدة والفرحة واحدة. ويعلم الله بحكم تواجدي هنا في الفترة في الأسبوعين الماضيين تلقيت اتصالات عدة
من مواطنين ومن صحفيين ومن ناس آخرين يودون أن أوصل رسالتهم برغبتهم بالحضور والله بالعشرات. فهذا إن دل على شيء يدل على أن الشعب المصري والشعب السعودي شعب واحد وكافة الشعوب الخليجية والعربية. نعم. كيف تتوقع لهذا المشروع في ظل التحديات المستمرة أمامه حتى الآن، طالما سواء من دول معادية لمصر أو من قوى الشر؟ طالما أنجز الشعب المصري هذا المشروع بهذه الضخامة وبهذا التوقيت القياسي وبهذا الحفل الرائع الذي شهدناه، لن يقف أمامكم أي عائق بإذن الله تعالى أيها المصري. إن كنت تابعت شيئا من تفاصيل حفل اليوم في بدايته، ومعنا يعني حتى بعض اللقطات للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء عبوره بالباخرة المحروسة وهو يرتدي بدلة الشرف العسكري، هل أعادت إلى ذهنك هذه اللقطات بعضا من تاريخ مصر في حقب تاريخية سابقة كانت مصر أيضا تواجه فيها بعض التحديات سواء في فترات الخمسينيات أو ما بعد ذلك، وتحديات من بينها حروب خاضتها مصر بسبب قناة السويس؟ والله أنا تقريبا تابعت ساعة من الحفل وبعد كذا توجهت إليكم. طبعا أول ما رأيت الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يرتدي البزة العسكرية، فطبعا هذه فيها رسالة كما ذكرت أنه عاد مصر لتاريخها القديم، ولسان حاله يقول انظر أيها التاريخ السابق ما نحن فيه الآن، بالزي العسكري الذي تقريبا استغنى عنه أو خلعه حينما ترشح لرئاسة الجمهورية بصراحة. وتابعت اسم المواقع تويتر والفيسبوك، فكان هناك تفاعل كبير من لكل مشاهد لهذا المنظر بصراحة. نعم. ولكنه أيضا تخلى عنه في الجزء الثاني من الحفل اليوم طبعاً. الجزء الرسمي، وربما تضمنت كلمة الرئيس هي رسالة وصلت. نعم. أيوة هي رسالة وصلت وبعد ذلك عاد كونه رئيس مدني لجمهورية مصر العربية الدولة المدنية. نعم. فبالتوفيق بإذن الله تعالى. نعم. كلمة الرئيس السيسي عندما ارتدى البدلة الثانية في الحفلة أو في الجزء الرسمي من الحفلة ربما كانت أيضا متماشية مع ما قاله من أن قناة السويس واجهت تحديات ومعوقات، وأن مصر بكاملها واجهت حربا شرسة مع الإرهاب، وبرغم ذلك فهي تحمل رسالة الخير للعالم، وأن قناة السويس هدية مصر إلى العالم بالتأكيد، وأن رسالة مصر هي السلام، ورسالة قناة السويس هي النماء والخير للعالم أجمع. كيف ترى هذه الرسالة وإن كان حتى رئيس مصر يوجهها للعالم كله بما فيهم من أعداء لمصر للأسف لا يحبون لها الخير؟ والله عبارته كانت واضحة ورسائله أعتقد وصلت، يعني كانت رسائل واضحة. وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عرف بوضوحه في الحديث، ودعني أعرج على نقطة معينة حينما قال أنا أخاطب البسطاء من الشعب المصري، سأتخلى عن النص الرسمي وسأخاطب الشعب المصري البسيط الذي هم لهم أولوية قبل النخبة وقبل المتعلمين. فإن دل على شيء يدل أن هذا الرئيس دائما ما ينزل لمستوى المواطن المصري البسيط ويحس بمتطلباته ويحس بمعاناته وطموحه وما يرغب فيه من طموح. جزء من كلمة الرئيس كان متماشيا بالطبع مع مرور السفينتين العملاقتين في اتجاه الشمال وفي اتجاه الجنوب أيضا في المجريين الملاحيين القديم والحديث. كيف رأيت هذا التزامن وإطلاق صافرة الاحتفال بقناة السويس الجديدة، والتي هي أيضا من المعروف أنه سيتم إطلاقها بكل السفن في كل موانئ العالم احتفالا بميلاد مجرى ملاحي إقليمي ودولي حديث وهو قناة السويس الجديدة؟ والله الحفل بصفة عامة أستاذي كان بصراحة كل فقرة في الحفل لها رسالة معينة. نعم. ومنها طبعا الفرقات تحيا مصر تقريبا. نعم. ده صحيح. نعم رأيتها شاركت أيضا هذه رسالة، وتزامن مرور السفينتين رسالة، كلها رسائل واضحة وصلت لأعداء مصر، والرسائل الإيجابية وصلت لأحباء مصر. نعم. الحقيقة الحديث مع حضرتك يعني نتمنى أنه يطول، وطبعا هذا اليوم يوم استثنائي وتاريخي في تاريخ مصر،
والأمة العربية، نرجو أن يترك ذكرى في نفوس وفي أذهان كل المصريين والعرب. والحقيقة أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على تشريفك لنا النهاردة وحضورك في هذه المناسبة. السيد خالد المجرشي الكاتب والإعلامي السعودي، شكرا جزيلا لحضرتك. الشكر لكم، ولي الشرف أن أشارككم هذه الفرحة من هذا المكان، وبإذن الله تعالى سننزل للشوارع ونشارك أخواتنا المصريين بهذه الاحتفال. وعذروني على التقصير لأني أنا قادم من سفر. عفوا. نعم وتأخرت عفوا عليكم، ولكن بإذن الله تعالى في القادم من الأيام شرفتنا نكون معكم، ولنا الشرف ولا وأنا بإذن الله تعالى ومن نجاح لنجاح. نشكرك، والحقيقة يعني تشريف حضرتك لنا في هذه الظروف يعني شيء قائم جدا نقدره. بشكر حضرتك شكر جزيلا يا فندم.